الطوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الملتقى الوطني الأول لمهنيي وزارة الصحة للتدارس مختلفة القضايا المرتبطة بفئة المهندسات والمهندسين العاملين في قطاع الصحة والتفكير في إحداث تنظيم جديد دوره الدفاع عن المكتسبات والحقوق. إبراهيم أفاق ومحمد العروي. الملتقى الوطني الأول لمهندسي وزارة الصحة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل شكل محطة لتدارس عدد من القضايا المهنية والتنظيمية وفي مقدمتها دور الهندسة الاستشفائية في النهوض بالمنظومة الصحية، مناسبة أيضا لاستعراض انتدارات هذه الفئة وبالخصوص كما جاء في المداخلات تفعيل برنامج الوطني الإطار ووضع استراتيجية وطنية للتجهيز التقني وخلق تنظيم جديد داخل الجامعة الوطنية للصحة للدفاع عن حقوق المهندسين والمهندسات العاملين في قطاع الصحة. الملتقى اللي كاين اليوم بطبيعة الحال متوقع منه هو خلق واحد كيان ديال المهندس والمهندس الصحي داخل جامعة الصحة من أجل تنوير المشاكل اللي كيعيشوها باش يمكن لنا نكونوا في مستوى مطلوب من أجل الدفاع على المهندس والمهندس الصحي داخل المنظومة الصحية. هنايا اليوم مجتمعين كمهندسين وزارة الصحة من أجل مناقشة العديد من المشاكل التي يعاني منها المهندس في إطار المهام التي يزاولها داخل مقرات عملهم. اللقاء عرف تشكيل أجهزة وطنية لهذه الفئة من نساء ورجال الصحة داخل الجامعة الوطنية للصحة لتتبع خلاصات وتوصيات الملتقى. فنيا بالدار البيضاء قدم المخرج حامد باسكال.